بقى موجود هنا مثلا. كل بدايات نكتب على طول العنوان بتاعنا اي لون احنا عاوزينه، مثلا ده اسم فكري اسم ذكر، والعنوان ممكن يكون لون بداية الدرس يكون لون تاني التعليم مثلا، ممكن نحط خط مستقيم أو خط يدوي، نحط شكل نعمل مساحة لا دي مش انت اللي رسمه، ارجع السهم تاني، السهم في النص خلاص. السهم برضو ادخل السهم. مش تفتح عشان فلاش تعباس. مفيش حاجة اطلع اخفي كله. ديسكتوب، اما ديسكتوب ديسكتوب انزل تحت شوية، انزل تحت شوية هتلاقي في عندك حاجات كتير يعني. علوم علوم فوق. الله ينور عليك. اوبن بس بس